الله. السلام عليكم، راح أعلمك على هذا الورد. أي حالة مرضية عندك تسويها باليوم مرتين خلال أيام بإذن الله تعالى الطيب، ويشف صدور قوم المؤمنين، العدد مالته 114 مرة، تهدي ثواب لسيدة فاطمة الزهراء. تسويها مرة الصبح ومرة بالليل خلال أيام شكو مرض نفسي عندك، شكو مرض روحي، بإذن الله تعالى ينتهي. وأهم شيء لا تنسوا الوالدين. خالص دعاكم، السلام عليكم ورحمة الله.